صائمون، يفطرون، يصلون، كلهم مصريون، ولكن وقت الدعاء يمكنك أن تعرف لأي فصيل ينتمون، في التحرير أم رابعة يقفون، كل يدعو ما يتمناه، ولكن الخطر دعاؤهم على بعضهم البعض. اشدد وطأتك على القوم الظالمين، وانتقم من المعتدين، وانتقم من الخائنين، وانتقم ممن سفكوا دماء إخواننا. اللهم أدل إخوان السلفيين فإنهم لا يعلمون، اللهم إنهم إخوة لنا في الوطن فأهدهم يا رب العالمين. حين تسير في شوارع القاهرة والجيزة، أول ما يلفت نظرك كتابات الجدران، إما ضد الإخوان أو ضد الفريق الآخر ومعه الجيش، وفي كثير من الأحيان تتجاور الكتابات على الحائط الواحد ضد هذا الفريق أو معه. شعارات عكست انقسام المجتمع لفريقين، ضد ومع، أو بالعامية إحنا وهم، وانتقلت من الجدران والميادين لتقسم الأسرة الواحدة في كثير من الأحيان. ليشهد المجتمع المصري الآن أعمق انقسام في تاريخه الحديث لأسباب كثيرة ومتعددة، ولكن ما عمقه بصورة أخطر هو استغلال واستخدام الدين ليصور طرف للآخر أنه الحق والآخر هو الباطل، أحدهما في الجنة والآخر في النار. انقسام له أسباب يحقق فيها الباحثون السياسيون، ولكن الأخطر هو التداعيات النفسية على المدى القصير والبعيد لهذا الانقسام في المجتمع. أنا متصور إن إحنا دخلنا في مرحلة نحن بسميها في طب الناس مرحلة الضلالات، إن كل واحد عنده ضلالة إن هو على صواب وليس على خطأ، كويس، وبالتالي فكرة إن إحنا نوافق بينهم أو نتوافق بين الجماعتين تبقى فكرة صعبة جدا. المشكلة الحقيقية في الحقيقة إن كل مجموعة بتغذى فيها هذه الضلالات، يعني قصدي فكرة إن أنت تكرهي حد في حد سهلة جدا، لكن أنت ترجعيه يحبه تاني محتاجة مجهود جامد جدا. أنا متصور محتاجين مجهود من رجال دين معتدلين، كويس، عشان يعملوا غسيل مخ عكسي لعامة الشعب التي تتصوروا إن وجود الرئيس مرسي، كويس، أو وجود الناس اللي حول مرسي هم ده وجود الإسلام الحقيقي في مصر. الشروخ والجراح التي خلفها الانقسام في المجتمع المصري على مدى العامين والنصف الأخيرة تعمقت بصورة أكبر خلال فترة حكم الإخوان، فترة قد تبدو قصيرة ولكن آثارها المدمرة تجعل علاجها يستغرق عقودا طويلة. فبدون مصالحة ورغبة حقيقية من الجميع في التعايش والتوحد ستتعمق الجراح ولن يخرج أي طرف منتصرا، بل سيصبح الجميع مهزومين. رند أبو العزم، العربية، القاهرة.